شيماء شيماء هيها شيماء يولي صباحو شلون هيك نايمة بتيابك وشو صاير لك؟ نمت بتيابي وحجابي هيك لأنه شو؟ لأنه كانت التجربة تمام. شوفوا الكاميرا ليكم الكاميرا. أهلين حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أتمنى إنكم تكونون بخير. سو زي ما بتشوفوا هدول بناتي، هاي شقراء وهاي صلعاء. هاي دو أسماءهم، لا بنمزح. هدول بناتي اللي أنا اللي هم دمى واللي أنا راح أعتبرهم بنات لبقية اليوم كرمال أجرب مسؤولية الأمهات وشلون بيتعاملوا، شلون كذا، شلون بيطلعوا بيروحوا السوبر ماركت اكسترا اكسترا اكسترا، لا اشوف شويه من معاناه الامهات معانا، اللي دائما الام الله يخليكم امهاتكم دائما بيعانوا معانا. اتمنى انه هذا الفيديو تشوفوه وانتم قاعدين مع امهاتكم. هلا راح احطهم هون يقعدوا هيك يلعبوا واروح للمطبخ مشان احضر لهم فطورهم واجي لا اطعميهم. تعالوا معايا احكي لهم شو صار معي. شي ما عم دور المطبخ كله ما لقى شو طعم الاطفال، يعني بتعرفوا يعني حدا بده يصير ام بس هو ما عنده اكل لاطفاله شلون يعني؟ صح والله صح والله. كورفليكس مو ظابط ياكلوا، ما عندي بيبرونه صراحه بالبيت وما اشتريتها، طلعت من بالي كرمال هيك يعني اعمل بيها الفيديو كذا. فاللي اجى على بالي انه اعمل لهم الشوفان هيك بهاي الطريقه، شفت انه البيبيز كمان يعني ممكن انه ياكلوا شوفان، وانا بناتي يعني كبار شوي يعني عمرهم تقريبا 10 شهور ما شاء الله كبار كبرتهم، فهلا بدي اروح على الغرفه مشان اطعميهم وليتس جو. كين شوف شو راح ياكلوا، كيف راح ياكلوا اصلا؟ ليكي 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 او ماي جاد تاكل هي ليكي الثانيه خدي كيوت شوفي شوفي او ماي جاد كيوت عنجد عنجد والله كيوت. سو هلا بعد ما اكلوا وشبعوا هلا بدي انه انيمهم كرمال انه بدي اروح اشتغل، في عندي كم شغله وصلتني بدي انه انظمها وكمان بدي اشوف ايميلاتي لانه اليوم ما شفت ايميلاتي على الصبح كرمال انه في عندي بنات، بتعرفوا مسؤوليه الامهات. سو خلونا ننيمهم. امل دائما بيقولوا انه اذا بدك هيك يعني تنيمي طفله او طفل لازم تعملي له زي هيك كيف تغني له. ف نيني يا مومو طايتي بشانا إلى ما طابس هاي مغربية. يلا تنام يلا تنام ويجي لك طير الحمام. جايز بنات نايمين، لابتوبي هون، هون في عندي ثانية فيكم، هون في عندي كم شغلة وصلتني بدي أنظمهم وهيك، وفي عندي كمان هون باكسز ثانيين رح اعملكم فيديو عن هالباكس والانباكس وكل هالشغلات ان شاء الله قريبا، فلا تنسوا تشتركوا بالقناه كل ما توصلكم الاشعارات. فيا بدي اشوف انه كيف بدنا نظبط هالشغلات. شيماء شيماء امي ولي نامت كمان. لما تكونوا ام كمان بتناموا مع اولادكم، معلومه جديده. هلا يا جماعه مدام انه نايمين
انا راح استغل الوقت واروح اتغدى وبعدها برجع لكم لنشوف شو صار مع بنوتاتي. 2 hours later. اهلين يا جماعه، من بعد القيلوله هلا قررت انا وبناتي نطلع برا البيت لنشتري شغلات واغراض للبيت وكذا اكسترا، بما انه انا mother يعني ام. الحمد لله انه اخذوا قيلوله وكمان انا ارتحت هيك، اخذت شويه قيلوله وهلا بدي اطلع لنشوف اذا راح يعذبوني برا البيت ولا لا. اوكي يا جماعه، هذول بناتي هيك يعني حطيتهم بهاي اللاي عشان هيك يعني يكون عندهم يعني دفى اكثر. يس. جيت على مكان الدمم بك هيك بناتي حبوا شي شغلة؟ لا والله ما راح اشتري لهم ولا شيء. هيك شلون؟ في وحدة باللون الاصفر، في وحدة هون يعني باللون الاخضر، ليكو قديش حلوين، شو رأيك؟ تصوير الفيديو وصلت السوبر ماركت ومعايا هون الدمى اللي بالاساس هم بناتي، لان الناس عم تطلع عليك بس لازم اخلص التجربه للاخير. That's the challenge. انا تعبت وانا حملاهم والله. يا سلام شوفوا البنت عم تضحك علي ليكا. والله تعبت وانا حملاهم بس لازم انه اكمل واشوف الشغلات اللي بدي اني اجيبها. مرحبا. اهلا. بخير 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 الحمد لله. مرحبا. قولي شو اسمك؟ هيا. وانا شو اسمتي؟ شو اسمتي؟ بشي. ايش بسيتي؟ جونتي مرحبا بي. سلمي على ماما. تعبت والبنات ناموا كيزلر يعني بلشت شوي هيك يعني اقطش كلمات من اللغه التركيه، فعلى بالي انه بعرف احكي تركي. المهم سو هلا راح روح للبيت، الحمد لله يعني الحمد لله خلص نهاري، راح روح للبيت مشان ارتاح ونشوف شو راح يصير معنا. A few moments later. كانت كتير كتير حلوة وحبيتها واستمتعت في تصويرها،
يعني انه اجيب هيك دميتين من الدمى اللي عندي بالبيت واعمل لهم هيك انهم من بناتي واعمل لهم كانهم من بناتي او شيء، واجرب حالي كأم مع responsibility مع مسؤوليات، مع انه انا بشتغل ومعايا بناتي وانا باكلهم انا بحطهم قيلولة باخذهم معي على السوبر ماركت. وكثير صراحة تجربة كثير 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 حلوة، يعني ما راح اكون حسيت يعني بشعور الام عن جد لانه هذا بيضل دمى والتعامل مع الطفل الحقيقي يعني بيختلف كثير كثير، بس حسيت هيك بشوي حبيت هاي التجربة. اتمنى انه انتم كمان تكونوا حبيتوها، لا تنسوا تنشروها في كل مكان، تنشروا هاشتاج توصل حبايب شيماء ل 400,000 مشترك، تابعوني في انستغرامي عشان تشوفوا يومياتي، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايكات لهذا الفيديو. فأتمنى إنه يكون نال إعجابكم، نشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني وفي تجارب تانية وفي شغلات تانية. لتكم الراحة والسلامة.